من خوف وخفرة ومنقرع. أنت في كلمة محمد واسمك صلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحقيق منتخب مصر للفوز الثاني على التوالي على منتخب سويسرا بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، وتعرض لاعب المنتخب المصري محمد صلاح بإصابة خلال المباراة، واللي معظم الناس شخصتها على أنها شدة في العضلة الضم، وده بيحتاج من أسبوع لأسبوعين راح. أهلا بيكم في كرة شراب، وفي الحلقة دي هنتكلم عن رد فعل يورجن كلوب عن إصابة محمد صلاح وعن التشخيص المبدئي لمحمد صلاح. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. بعد استبعاد محمد صلاح من بعثة المنتخب المصري المتجه إلى سويسرا، وذلك بسبب الإصابة اللي تعرض ليها مع منتخب مصر في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، وكانت إدارة ليفربول توقعت حدوث أمر زي ده وحاولت تحذر جهاز المنتخب المصري، وطلبت من الجهاز عدم مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر وسويسرا من بداية المباراة، ولكن إدارة ليفربول كانت بتفضل أن محمد صلاح يلعب بعض دقائق خلال المباراة، وده نظرا لسهولة المباراة، وده اللي كشف عنه الجهاز الفني للمنتخب المصري بعد تعرض محمد صلاح للإصابة مباشرة. وكمان بعد سفر محمد صلاح والعودة لليفربول وعمل الفحوصات، تبين أن محمد صلاح في حالة جيدة، فقط يحتاج للراحة لمدة أسبوع كامل، ويمكنه بعدها اللحاق بمباراة هيدرسفيلد في الدوري الإنجليزي. كمان يورجن كلوب علق على الموضوع وقال توقعت حدوث أمر كهذا، خاصة مع الاعتماد على صلاح في جميع المباريات، وده الأمر اللي ممكن يخلي أي لاعب يتعرض للإصابة في أي لحظة. وقال إن هو سعيد بأن إصابة محمد صلاح مش شديدة واللاعب هيكون جاهز للعب في أقرب وقت. تفتكروا محمد صلاح هيلحق يلعب مباراة هيدرسفيلد في الدوري الإنجليزي ولا لأ؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا لنا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصل لكم فيديوهاتنا أول بأول. وقبل ما ننهي كالعادة، ما تنسوش الصلاة على النبي.